حبيبي الناس الكل، الساعة كالعادة توقيت الربح وقيت الحاجات البنينة مع دايلين. دايلين يجي في وقته. مش قلنا لكم دايلين يجي في الصباح ويجي في القايلة ويجي في العشية ويجي في الليل؟ دايلين يجي حذاكم في كل وقت، قاعدة تدور على ولاية تونس الكل باش تقرب لكم وتذوقكم الكيك الصحي والبنين. التورنيه مع دايلين بدات من الجمعة اللي فاتت من قلب تونس وتعديت على ولاد ريانا من نوبة وبن عروس والكابون وسوسة والمستير وزعمة. اليوم وين أحلام تدخل لنا؟ وين عسلامة أحلام؟ عسلامة هزورة، عسلامة اللي يسمعوا فينا الكل. احنا مازلنا متواصلين دورتنا الكبيرة على كامل التراب الجمهورية مع دايلين ويكيب اي اف ام الكل. احنا فرحين برشا بجو الصيف والقويل والعشبيات اللي نعديوها مع جروب دايلين في كامل التراب الجمهورية كيف قلت لك. واليوم احنا متواصلين في ولاية مدينة يفرحوا بينا برشا عصبية، فطرونا عملونا جو وكلناهم الكيك دي لين برشا جو برشا جو. نستدعاك هزورة وكيف يكيب يفير توا يخدموا معاك بس زيو احنا لهني دينا ويفرحوا بيكم كيما فرحوا بينا بالضبط. هي اللي بدينا انك عليك اليوم سعيد لحظ مسيو عبد الكريم بس يشارك معنا ويربح كونسوماسيون المدة شهر أو أكثر حسب هم ينجموا يأكلوا كل حسب هم عندهم سكر ما عندهمش حسب الصحة بتاعهم وكل. دونك كيما قلت لك اليوم معنا سي عبد الكريم. مرحبا بكم سي عبد الكريم. عاشك كلامة الحمد لله. شحوالك؟ لاباس الحمد لله. شعاملين هنا في بدنين شنية جو الصيف وكل؟ لاباس خانة الحمد لله كل. الحمد لله. أنت فرحان أنت معنا اليوم؟ فرحان الحمد لله. مرحبا بكم مرحبا بكم في مدنين وشرفتوكم. عاشك. احنا فرحين. عاشك عاشك. اليوم انت شلا باش تشارك معنا باش تجاوبني على سؤال بسيط وظهالي انت الكل تعرف علاش كيك تاني ماهوش مصنوع بليت بال بليت بال مضرب الصح خاطر شنو؟ مضرب الصح اني ستة شهور يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا عبد الكريم. شاركت معنا وربحت كونسوماسيون اكثر من 100 كعبة ديني. شكون قاعد يوم انت عبد الكريم؟ بنتي شيفاء. اسمها شيفاء. ومرتك معاك عاد؟ ايه انا شوفوا فيها. ايه وقتها باش تاكلوه بنتها؟ تبدا بالدقوق ممكن من تو. يعطيك الصحة سي عبد الكريم. هكا كانت جولتنا في مدنين وإن شاء الله نرجع لكم العشية ونقول لكم شنية الدورة نتاعنا الثانية. يعطيك الصحة أحلام الله يخليك. دايلين يجي في وقته. أنتم تسمعوا في ألو إي إف إم من 11 نص نهار مع هجر الحناشي على إي إف إم أحلى راديو. اليوم زيد احنا باش نحكيو على حاجات صحيه وحاجات مفيده تخلي النظام الغذائي نتاعنا متوازن وتخلي اللياقه البدنيه والرشاقه كلها موجوده. دونك نحكيو على حاجات هذه الكل سيختن ما باش نحكيو على الريجيم وبيان سيغ شكون حاضر بحثنا الدكتور شاطر باش نحكيو على الريجيم نتاع الصيف اليوم. دونك اذا كنت تحبوا تطلبونا على الموضوع هذا تكلمونا على 31 380 ألف. دكتور مرحبا بك بحثنا. اهلا هجوره مرحبا. عايشك شحوالك لاباس عليك؟ في خير ونعم الحمد لله. صيف شي فنين ديما اي كاو المسخانه هذه اختي صح صح بيه كله بيه كله نعم بيه. دكتور نعرفك تحب تربط للموضوع دوك دكتور شاطر في الصيف اسكو نجمو نعملو رجيم وإلا لا؟ هذوما الأسئلة اللي نجمو يسألوها العبيد. واسكو فما فرق بين الرجيم متاع الصيف وإلا الرجيم متاع الفصول الأخرى في السنة اللي موجودة نحن نعرفه؟ الله يبارك. بالنسبة للصيف نورمال ما في الظروف متاع الصيف يسهل أكثر الرجيم على خاطر في الصيف فما أول حاجة الاستهلاك متاع الماء والسوائل يلزمه يكثر خاطر الدنيا سخونة. وإحنا ديما في الريجيم ماذا بينا الشرب متاع السوائل تكون موجودة بكثرة كسوا ماء وإلا تاي خفيف تيزان جو مشروبات معنى أي مشروبات فيها ماء. حتى نوعية الغلة اللي موجودة توت اللاعب التيخ تعاون 90% منه ماء وحتى السكر اللي فيه فيه فريكتور معناها ما يقلقش ما يسمنش كونترالمون شي نجمو تخيلوا العباد اللي يسمن الدلاع يسمن وقت اللي تاخذهم بعد ديسير معناها بعد الماكله. اما بعيد هكا بس حاين في العشيه بعد ما تكون هضمت و ما يقلقش شويه ويفرشك حاجه ممتازه. مش بدل برشا نقاط هنا بعد الحصه نتاعي نتاع اليوم ما يظنليش نستحفظ على الرشيقه نتاعي. انا نحب الدلاع وقتاش؟ بعد الماكله.
اي جوستومون بعد الماكله المعده معبيه بالماكله والدلاع اكثر ماء وفيه شويه فريكتوز وسكريات باش يجيو فوق الماكله نتاعك وتصير بالحامض اللي في المعده اللي قاعد يهضم يخدم على روح الحامض مع السكر هذاك يعمل كيما فيرمونتاسيون يقلق دون با حاجه اخرى الفيتامينات اللي في الدلاع فيو اللي باش تتعدى الباساج نتاعها في المعده باش ياخذ برشا وقت مع الماكله دونك باش يهلكنا كلي فيتامين والحاجات اللي حاجتنا بهم الفيتامينات اللي موجودين في الدلاع بار كونت كي تبدا تاخذ انت الدلاع في العشيه ساعتين ثلاثه بعد الفطور نتاعك ما يقعدش برشا في المعده دونك الحامض ما يهلكش برشا الدلاع والفوائد نتاع الغله باش تكون خير برشا خاطر الامتصاص الكل يصير في مع الدقيق ما يصيرش في المعده دونك الامتصاص نتاعهم خير يولي وتتبنوا خير وما يقلقكش دور الاكسبيريونس سهله معناها خذ بعيد اون ديسير تشوف الفرق اما علاش انت تشيخ عليه اون ديسير خاطري هضم لك الماكله اللي هي نورمالمون هذاك علاش باش نشنيو اللي في الصيف نوعيه الماكله تتبدل ماذا بينا حاجه خفيفه شيء برشا ما نجموش ما نتصورش ما برغل في الصيف وهرقمه وحاجات هكاك ديما في الصيف حاجه خفيفه سلايت حاجه مشويه للماكله نتاعها محبذه اكثر وحتى صحيا خير دونك كي باش تاكل حاجه خفيفه هكاك ومن بعد رزنها الهضم نتاعها يكون اصعب نحكيو على الحمام هكا شويه الغله تحسها تهضم لك ماذا بينا ليه ماذا بينا بعدها شوي بعدها على الميك بالنسبه للغله دكتور فان برشا عباد يسالوا فينا تو نعرفوا اللي في الصيف بارابور للفصول الاخرى اكثر فصل فيه برشا غلال والغلال طازجه نتاع وقتها أي. والناس الكل تتشهى وتحب تاكل يقول لك انا تو مثلا بخلاف الدلاع والبطيخ شنو حاجات الغله اللي نجم ناكلها وقتاش لازم ناكلها باش ما نسمنش وتحصل الفائده نتاعها بالنسبه للعبد العادي لازم ينوع من الغله الكل اللي يحبها واللي اي غله باش تنجم تاخذها بالنسبه للعباد اللي موضوعهم ريجيم ولا عندهم السكر ولا يحاولوا ياخذوا اللي اقل فيه طاقه فما خمسه غلال اللي فيهم اكثر طاقه اللي هما الموس الدقله العنب والكرموس والعوين هذوما فيهم سكر اكثر من الاخرين الدلاع والبطيخ كما قلت لك ديجا نتاع سيف وربي سبحانه كي يخلق حاجات يعملهم على فيهم برشا ماء 90% وفيهم برشا الياف وفيهم فركتوز معناها السكر نتاعهم مش سكر كما السكر الاخر ويفرشك خاصه بارد هكا يفرشك ويروي ويروي سورتو العباد مثلا كيفين ما تشربش برشا ماء نستغلوا كاش حب الدلاع خاطر يشر نحس روحي رويت كي شري كليت الدلاع وانا ما نشربش الماء تنجم تولي تشرب الماء وتاكل دلاع تولي وقتها حاجه هذاك المناء المناء مازلنا ما خلطنالوش كريم 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 يا رب ان شاء الله ان شاء الله اما دونك عاده في الحالات العاديه لازم تنوع من انواع الكل نتاع الغله خاطر كل غلة فيها منافع نتاعها مشكلتنا وليت ديما في الغلة خاصة بعد ما تطورت الدنيا اللي الماتوريتي نتاعها الطيب نتاع الغلة ما يوصلش 100% أكثر الغلة وليت الطيب في بعد بشوية بشوية في الفريكوات ومن بعد تخرج هذاك اللي يقلق شوية هذاك علاش حتى نسبة الفيتامينات والمكونات نتاعها ما تكونش كيما حاجة باش تاخذها ثابت من الشجرة ديريكتومون وذاك علاش حتى تو مثلا لي سوبلمونتاسيون فما بعض النيوتريسيونيست الكبار في امريكا خاصة يقول لك بالماكلة نتاعنا تو ما نجموش نوفروا اللي لازم لكل البدن هذاك علاش لازم ديما فما سوبلمونتاسيون تاع دي فيتامين لازم نزيدوا في اكل الحرابش اللي فيهم لي فيتامين معناها ما نجموش نخلطوا كيما كان الانسان قبل بماكلة عادية يوفر كل شيء لبدنه بنوعية الماكلة والاكوا اليمونتير كيفاش قاعده تتصبر الماكله كيفاش الغله ما توصلش تيب في شجرتها هذا كل يخلي لازم نعاونوا شوي وهذه افكار معناها موجوده فيها صحيح وفيها اللي يناقش مازلنا باش نزيدوا نتناقشوا احنا في الموضوع نتاعنا اليوم اللي هو الريجيم نتاع الصيف وحاضر بحدنا دكتور شاطر اذا كان تحبوا تسالونا في الموضوع هذايا تنجموا تطلبونا على 31 380 ألف ما تبعدوش بعيد هنا راجعين رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من تبعتكش مش للاربعه يا ربي حطيكش النص منها نكملوا للاربعه عشان والله ما حبيتش حنيني للاربعه نتاع العشيه ما فهمتش عليه
دونك حتىكش نصف النهار. موضوعنا اليوم هو الريجيم في الصيف، وحاضر بحضرنا دكتور شاطر. اذا كان تحبوا تسالونا في الموضوع هذايا تنجموا تطلبونا على 31 380 الف. تعرف دكتور شاطر طبيعة الصيف تخلي العبيد وقت السهريات نتاعهم تطويل، الماكلة نتاعهم ما تبداش برشا، ما تبدا مخرة شوية، تلقاهم مثلا يخرجوا يسهروا، الفاست فود يكثر بزيد، الجلاس يكثر بزيد، الماء اللي نشربوا فيه فما البارد وفما اللي نورمال، دونك فما برشا عبيد تسأل تتساءل معناها دونك أما خير الماء بارد وإلا الماء نورمال، وإسكو نجموا ناكلوا الجلاس، إسكو الجلاس يسمن وإلا لا، ولي فاست فود هذوكم في الآخر نتاع هذوكم نتاع السهرية باهين ولا لا؟ والله سؤال ياسر وجيه بربي. نحكي لك نكتة، مش نكتة هي صارت لي البارح. البارح في بلاصة فيها جلاس، دخلت أنا وبنتي خديت كوني فما نوع معين نحبه، وأنا بديت ناخذ ومرأة ورايا دكتور شاطر الله هاتك في جلاس شديتك بالكامشة علاش عملت خليني نتبنوها تعرف علاش حبيت نحكي لك هذايا؟ خاتم فما حد شيء ممنوع أنك باش تعمل كيف وصيف ودنيا سخونة، الجلاس بارد وبنين وكلا حد تطورت ياسر الجلاس متاع تونس فراتيكما ولا بنين بنين الإيطاليان الإيطاليان الماكينات وليو يجيبوهم بهين ولي زانكريديون تعفونين وتطلع حاجة مزينة برش. دونك نجمش تحرم العبيد أما قداش من مرة في الجمعة هو اللي نتسألوا عليه، قداش من بول باش تحطها هي اللي نتسألوا عليها. دونك كي باش تاخذ انت مثلا في العشية بول جلاس تتشاهى فيه مرأة ما تقلقش، أما كي تولي تتعشى وتعمل فاست فود كما قلت انت تعمل من بعد تحريش ولا مقلوب ولا اللي هو تحريش بعد هبت فوقهم ثلاثه بول جلاس يولي الحق يولي بعدين تو ديبون دو القدرات لا عند فما شكون عندهم القدرات هذيا وبالراحه زاد ما تقلقوش باش نقول لك احنا شحبوا نقولوا ونوصلوا الحرمان ما يوصلش السيف نتاع شيخات ونتاع خروج ونتاع كيوف ونتاع لمه وكل ودارش في تونس قعدنا الجو هذاك الحلو اللي فسيت نشيخوا بيه وكل شيء. دونك زيد الحرمان ما نجموش نحرموا روح مي مثلا فاست فود مره مرتين في الجمعه ما عمره ما يقلق ما يقلقش جلاس مرتين ثلاثه في الجمعه ما يقلقش. ام باش تولي كيما ريتوال كل يوم نفس الريتم وقتها يولي يقلق اي حاجه بتزيد اكثر من 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 الحد نتاعها باش تولي تقلق. حاجه اخرى ديما كي نمشيو احنا بالاحساس نتاعنا نتاع الجوع والشبع نتاع مثلا اذا انت شبعان ما عينكش باش تاكل ومعاك مشاو عبيد اللي باش ياخذوا حاجه ماكش اوبليجي باش تاخذ معاهم نجم تقول لي راه شبعان معناها كي نخم ما عينيش. يلزم تولي عندنا الشجاعه الحاجه اللي ما مانيش ما نحبوهاش ولا ما نشجعني نقولوا لي في الصيف تقلب الريتم ولي العباد يقوموا مؤخر خاصه برشا تو تلامذه ولا اللي قريو ولا اللي ياخذوا كونجيات الريتم يتقلب ولي العباد يقوموا في راحتهم ابتدى جناي يولي مؤخر ديكالي بطبيعتها العشاء يولي ديكالي. اذا نقعدوا في الريتم الباهي نتاع الماكله اللي بغي اللي نحكيوا عليها ديما ويبدا فمك ديكالاج ما يقلقش مي كي يولي نماركيو القديم ونزيدوا معها جديد وماكلات اخرين في عقب الليل وكل يوم وقتها يولي سمن ويولي مش صحي. اما انك الديكالي مثلا تكون تتعشى في 8 7 نتاع الليل باش تولي ل 11 ل 10 ومن بعد باش تسهر شويه وباش تقوم بالباقي هذيك حاله استثنائيه نتاع كليمات الكونجي وباش ترجع للريتم نتاعك من بعد. المستحسن انه كيما قلت لك واحد يشرب برشا ماء وياكل برشا غله ما يصيرش يجوع برشا. المستحسن انه واحد زاد يتحرك بزيد خاطر هي ديما ايكيليبر نتاع انرجي معناها شنو يدخل بدنك طاقه وبدنك شنو يستهلك طاقه. اذا استهلكنا نحسوا روحنا اكثر من عاده لازم نحطوا في بالنا اللي راهو شويه مار شويه عمان شويه بسكليت لازم نتحركوا اكثر مش في القوين ما يلزمنا نعملوا دي ديبونس انرجيتيك اكثر حتى ماشي هكا هو باش يكون فما توازن. واللي يبدا مثلا ياسر مهلوس بالميزان كل شيء ما يصيرش يهز معاها الميزان يشوف كان زاد شويه يعمل شويه فران على يمات ومن بعد يعاود يسيب روحه. حقيقه خاطر موضوع انه عبد تحرم خاصة في كونجي ولا في عطلة ما نجحتش وعمرها ما باش تنجح. لك التنفيسة راهو لازم تتنفس شوية. مي تنفيسة بوعي كامل وبكيوف وكل حاجة اللي مش لازم باش تاخذها مش لازم تاخذها. خاطر ما تصورش واحد كل يوم ينجم يشرح هالجلاس ولا كل يوم ياخذ في بيزا.
فما فما انا حيت فما فما اي اما عاده معناها حتى كما قلت لك باش تاخذ وانت بعد تعمل سبور وتعمل يولي عندك اكثر وقت باش تعمل سبور ما يقلقش دينا في باب التوازن باهي في باب التوازن زاد الماء بارد والماء سخون اسكو الماء بارد عنده ضروره على الصحه ولا لا بارد برشا وفي السخانه الحق بيان سور يضر خاطر كيما الشوك تيرميك نعطيك اكزامبل مثلا عبد الواهي مرض بقريش مو في الصيف في الشتاء مثلا يكون سخون في بلاصه ويخرج الهواء الشوك تيرميك يخلي الدفاع نتاع البدن لي جلوبول بلون اللي يدافعوا على البدن يصيروا لهم كيما ما عادش يخدموا بلوكاج شوك وقتها اي جرثومه موجوده باش تنقص في الجريجم ولا في ولا الهواء على الصدر في نفس الشيء بالنسبه للمعده هي في تمبيراتور في 37 درجه وتشرب ماء هكا مقلس بارد مش باش تفرح به يصيرك الشوك ويصير ساعات التهابات ويتقلق العبد مش باش يفرشك بالفاسون ما يبدا بارد معقول هذاك المستحيل ما سخون بيان سور مش باش نشيخوا عليه ما يرويش مي حاجه بارده مستحب مستحب نتاع 10 15 درجه خرق العاده باهي قول قايله دكتور اذا كان انا في الريجيم نتاعي ديجا بدي فيه مشتي ولا مربيه باغ اكزومبل دخل عليا الصيف اسكو نجم نكمل في الريجيم نتاعي ولا كيفاش نعمل؟ هذا هو انت مثلا هذا كا باغ كا كان وصلنا الميزان نتاعنا اللي حاجتنا به ووقتها نعملوا ستابيليزاسيون ونخلقوا ليجين دو في حتى في وقت السلاع نجموا ندخلوا كل شيء مي بتوازن اللي حكيت لك عليه. كان عبد مازال عنده ميزان باش يزيد يخسره وما يحبش يكسر الريتم كيف كيف فما زوز وضعيات يا اما هو عنده معناها ان بوزوان كبير يلزمو يتفرهد يلزم ياخذ كونجي يتنفس وقتها نعملوا معادله ما بين اكل شنو هو باش ياكل وكيفاش باش يشيخ وما بين اللي عملناه ما نرجعوش للتالي وفما اللي انا عندنا شكون اللي العزيمه نتاع خويا تحب نكمل ريجيم هذاك اولويه عندي ركابي يوجع فيا عندي ظهري يوجع فيا ما نجمش نتحرك ما نجمش نلبس الحاجه اللي نحب عليها لوبجيكتيف نتاعي برانسيبال هو باش نقص الميزان نكملوا نقصوا الميزان وما تبدلوش دونك انت والوضعيه نتاع العبد والموتيفاسيون نتاعو باهي ان شاء الله يكونوا موتيفي وعندهم عزيمة باش يوصلوا للبوا اللي هما يحبوا عليه نتاع الكلاس كل يوم مش هو اسمع انا ما قلت شيء انا خاتيني باهي اسمع فما شكون يسال فينا دكتور ماك تعرف في الصيف يحبوا ياكلوا وفما شكون ما يشدش روحه عن ماكله يقول لك فماش حاجه انا نجم ناكلها في الليل قبل النوم وما تسمنيش ناكلها لشنو معناها جيعان يزمو ياكل اذا فما احساس الجوع يزم تاكل خاطر حتى كما تاكلش فما العباد اللي يقوموا في الليل ويقول لك معناها يمشي الفريجيدير ديريكت لوش حاجه باش ياكلها مش محبه مي فما هيبوغليسيمي السكر طايح كي تيح السكر في البدن المخ ما يخليكش لا ترقد لا تعمل حتى شيء خاطر هذاك الكربيرون اللي يخدم به المخ دونك يوقف الدنيا الكل ويقاومك من النوم ويلزمك تاكل حاجه فيها السكر هذيك الليبوغليسيمي اذا العبد مثلا في الليل شبعان ورقد معناه ما عندنا حتى مشكل اذا جيعان يلزم ياكل حاجه ياكل حاجه بالطبيعه اذا ما يحبش يسمن حاجه اللي ما تبداش فيها برشا حريرات كيبقى يغورت ناتور كعيبة غلة مثلا كما حكينا حاجة اللي تقنعه ما غير ما يكون فيها انرجي برش ما يقلقش وقتها باه المهم يسمع لك ليه مكه باهي اسكو نجمو نعملو ريجيم الصيام المتقطع في الصيف ولا لا؟ هو يولي اصعب شوية الصيام المتقطع في الصيف على كونديسيون باش تعمل ديكالاج معناها تنجم مثلا اذا ميزمنا 16 ساعة احنا ما ناكلوش فيها 16 ساعة تنجم تعملهم مثلا من 8 نتاع الليل وبتي ديجني تعملوا في نص النهار. فما اللي يبدا مثلا ينجم مشكله في الصيف من 8 نتاع الليل ما تاكل شيء بالظروف اللي احنا فيها. تو باش يبدا ياكل هو وقت جينا هيش هو خارج باش ياكل. هي البرانسيب تاع الصيام متقطع عندك 16 ساعه ما تاكل شيء. اذا تنجم توفر 16 ساعه فما شكون يقوموا ماخر برشا ويديكالي اما يلزم يماركي لي سيزور نتاعو اللي سيستيم ديجستيف معناها الجهاز الهضمي نتاعو. يرتاح مدة 16 ساعة متواصلة يشرب الماء بيان سور يشرب تاي ما غير سكر يشرب قهوة ما يقلقش إذا نجم يوفر هذاك صح من نوع مثلا كان يوقف مثلا نص الليل ومن بعد باش ياخذ الأربعة نتاع العشية والفطور ينجم ما يقلقش أما كان ينجم كان ينجم إن شاء الله ينجم عادة الصيف قلت لك صعيب في الرجيم مي فوزابل
وما يلزمش واحد يكوبابيليز معناها يرد روحه بلبزت جات السيف وبلبزت ما بلبزت شيء. هي فتره يلزمها تتعدى والناس الكل اذا ما تشارجيش الشيخات والخروج والجو نتاع السيف يعدي لك العام يكبي ديبرسيون سي ان بوزوان معناها حاجه لازمه اللي تخليك تكمل بيه العام خاطر لازم الراحة. مي أكلي كيليبر في وسط اللي تاكل وشو يزمك تتحرك شوية ما تقعدش قاعد برشا. كتوزن هذاك يزم المفرو. فما نوع آخر بتاع عبيد دكتور يتقلقوا شوية في الصيف يقول لك أنا نحب ناكل ما عنديش نحب نعمل ريجيم أما الصيف ما يشهينيش على الماكلة تنقص عندي شهية بتاع الماكلة. فمش حاجات تنجم تحفز الشهية هذية باش يولي ياكل هو في الصيف وإلا لا. الشيء اذا نقصت راهو الديكلونشمون تاع البوزوان يصير بطبيعتهم في البدن معناها الجوع والشبع يعطيه البدن كما قيمه قلت لك فما نوعيه ماكله اللي في الصيف العباد ما نجمش تاكلها الجاري برشا مثلا الجاري حاجه سخونه ينجم ديما يمشيوا الاكثر الحاجه البنينه الكريات سلات وغله نجم مثلا شويه خبز كومبلي نورمالمون اللي لازم البدن يكون موجود إذا باش تعمل سلاطة باهية ومشوي وشوية بان كومبلي وشوية غلة وشوية هكا مشتقات حليب جبن ولا ياغورت ولا حليب اللي لازم البدن يكون موجود أكثر زايد باش تعمل وإذا ما تخلي روحك تجوع هذاك زاد مش مستحب. باهي اسكو كي تعدي الصيف بسلايت والغلة اسكو كيفي ولا مش كيفي؟ شوية سلايت وغلة باش يعطيو الألياف باش يعطيو شوية سكر باش يعطيو الفيتامينات و مي فما لي ماكرو نيترومون يلزم يكونوا موجودين الدهنيات حاجة أساسية نسبة معينة الزلاليات البروتين زادة لازمين لي غلوسيد نلقاها مثلا في الغلة مي الدهنيات والزلاليات اللي هما يتبنى بهم الجسم والخلايا تخدم تتكون بهم هما يكونوا ناقصين مش منصوح به خاطر يعملوا فونت مسكولير نجم يذوب الميسكول نتاعهم شويه ينقص منه. باهي. ميزه معهم حاجات بروتين. باهي يعطيك الصحه دكتور الله يخليك، احنا مازلنا مكملين مع بعضنا من توا حتى يكش النصف النهار، رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى يكش النصف النهار، موضوعنا اليوم هو الريجيم في الصيف وحاضر بحثنا دكتور شاطر، اذا كنت تحبوا تسالونا في الموضوع هذا تطلبونا على 31 380 ألف ونبداو من حي الزهور معنا حنان، مرحبا بك حنان. عشان التخير صباح الخير مرحبا تفضل. لا مرحبا دكتور شاطر اللي نحيت علينا ما تبيك ما تفتحش هكا خاطر نحبوك ونمبر وان بس ما تخطوتي ريجيم ربي يخليك عايشك. حبيت نسال مثلا جينا العيد كبير وانا تو نتبع فيكم من عمي والحمد لله يا ربي بفضل ليكم عرفت البوا اللي حبيت عليه. حبيت نسال تو في العيد الكبير ما نجمش احنا من ناكل العلوش كيفاش ما نحبش اون باغالين نرجع للبوا اللي كنت فيه نخسروا الكيلوات هذيك كيفاش نريقلها كيفاش نعمل بسكوله ما نحرمش روحي ونفطر بالباهي نهار العيد وغيره 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 من غير ما نزيد في الكيلوات. هو ما طول عمرك يا حنان احنا كنا في شرج الموضوع قلت له باخي نبدا بالتليفونات وبطبيعه تطمنا تحكيوا فيه عايشك عايشك. أول حاجة حنين بربي في العيد باش نتحلوا شوية في الموضوع خاطر هو ديجا شافيت باش نحكيوا عليه. أي. أنت منش خايفة بالضبط؟ ما نحبش نرجع نسمع قاعدة في فودي نستنى. أوكي نمشي دونك في العلوش شنو اللي تتخيلي سامنك معناها؟ المشوى والوكل اللي ماكلة بتاع اللمة وتولي تاكل فطر خاطر ماكش وحدك في صحنك تولي تقطس مع العباد ما تفيقش بروحك مع الرغبة مع بس مع البشر مع باهي أوكي الغطسة هذيك تشيخك ولا والله نتعب بعد ضميرها يبقى ضميري تحي ما يخليش تبان كانك على حد المشوى اول حاجه اللحم العلوش الفكره الغالطه ياسر اللي هو يسمن واللي فيه برشا شحم راهي مش صحيح. في اكثر شحم اوكي معناها زايد شويه على اللحم البقري وعلى اللحمات الاخرين دكو زايد زوز 3% مش حاجه كبيره برشا هذه اولا. ثانيا نوعيه اللحم نتاع العلوش خير معناها غذائيا خير من البقري وخير من الدجاج وخير من مش خير من الحوت من بعد الحوت معناها المكونات نتاعها خارقه للعاده. ثالثا بنين على الاخر داير فما غلطه كبيره مثلا الرجال والنساء الكبار ينحيوا اللحم العلوش كومبليتمون علاش خاطر يعمل كوليسترول في البدن. الفكره مش صحيحه مش نحيه كومبليتمون ما تكثرش منه اكاو ما مش نحيه خاطر بنين شيخ
ومشكلتنا مع الكبار اللي ما عادش ياكلوا بالكدا ويهزلوا ويعملوا ديبرسيون كاريمون في جوره لي ريستريكسيون الكبار هذوك. مي اللحمه باهيه مشويه ديجا نقص منها برشا الزيت اللي فيها وبنينه على الاخر ما تنجمش السم ولي بروتين ما يسمنوش. حاجه اخرى انك تكون مع العبيد وفك الجو هذاك نتاع العيد والكونفيفياليتي نتاعو حاجات راه اومان معناها هذاك اللي يميز البشر على بقيه الكائنات. يلزم تشيخ ويلزم تتلم وتعمل كيف ما تنجمش تزيد برشا راهو في ايام العيد نهارين ثلاثه ما تنجمش تزيد برشا. وإذا حتى فما زيادة صغيرة تنجم فاسي الموت تنجم تصلح خاطر الميتابوليزم مش تاكل من هنا باش تسمن من غدوة. الميتابوليزم ياخو جمعة حتى العشرة أيام باش الإفي نتاعو يظهر نتاع اللي كليتو. المشكلة فين اللي الماكلة مثلا نتاعنا القلايب مثلا القلايب بنينة وتوكلك برشا ومعها برشا خبز دونك تنجم تاخو قلاية أنت شوية ومعها بان كومبلي. العصبان نتاعنا مثلا فما شكون يعملوا ولاي فما شكون يعملوا لايت خفيف برشا خضره شويه روز شويه لحم كبده على القلب وشو هذاك الكل يعملها في الاليميوم ويحطها تغلي ولا تفور. فما شكون لي يعملها فريمون على قواعدها يا لي يا رديم تاع العصبين وفوقها كرش حاصل واللي يقصوا فيها اللي واللي وكل شيء يفرحوا بها. توسكي غا يعطي جو بنين معناها البنه الكل ولا الكل موجود في الزيوت دونك تطلع بينا برش اما شارج نتاع كالوري قوي برش تنجم تذوق شويه منها مش معناها باش تولي صغر ذاك الكل زوز عصبانات معناها في الفطور ترقد ديجا بطبيعتك ما عادش تنجم تحب يجيك النوت مع الكسكسي في السخانه هذيا ضربه ضربه. مي انك تحرم روحك زاده مش حلو. اش قاعد قديد باش تاخذوا على مده طويله ويبنن الماكل ويبنن بالكدا. مرقاز كيف كيف الحم تاعك انت وقدامك وباش ترحيه ويطلع بنين. شنو اللي قعد الحق يكون الراس في الصيف هذا يعطيه القوة اللي نجم اللي نجم راس في السخانة هذه دونك سناب بالذات ما يقلقش برشا العيد الكبير. لونغواس هي اللي تقلق لونغواس تخاف لا تسمكش باش تسمك تن هو نتصور اكثريه لما قلت ثلاثة ايام الاولاني ما نتصورش كيف باش تاكلوا في ثلاثة ايام هذاك هو اللي باش يخليك ترجع تسمن معناها امبوسيبل وعلاش صغار تو شكون نجم يعمل عزوش بتاع بكري صغرون تاع ماخذ بالخاطر اذا ربتين ما تلقاهاش ما عادش فيه شيء دونك لاباس ما تخافش الحمد لله. باسم ما دام نحكيو دكتور على العيد الكبير فما شكون باغ اكزومبل عنده اعتقاد انه كي ياكل السيتروناد مع اللحم يهضم اسكو السيتروناد تهضم اللحم ولا لا؟ على حد علمي انا لا. علاش يمكن تعطي الاحساس بالاسيد نتاع القارس كل شيء انه يهضم اما ماذا بيه العبد كما حكينا معناها حاجه حلوه ومن بعد الماكله مش مستحب مش محبس كميه كبيره تنجم تعمل هكا كميه صغيره باش تبنن فمك باش ما يقعدش الجو هذاك مقلق ما يقلقش اما دبوزه باش تهضم ما تهضمش السيترونات من بعدها لا يقعد اللحم يعوم في وسط السيترونات في المعده وما نربحوش شيء. عملنا حد شيء يعطيك الصحه نمشيو لتبرسق معنا وسام. مرحبا بك وسام. عسلامة دكتور عسلامة مدام عزرا مرحبا سيدي تفضل. نسلم عليكم سهلا مرحبا سي وسام بفضلك عشك بربي يا دكتور انا عندي سكر تو مده 25 سنه فهمتني خلي لي تحلي برشا سكر معناها نفقد برشا توازن ونولي حتى ساعات نقعد فهمتني انا نبدا مثلا كي نقوم الصباح نبدا سكر اي وساعات يجيك واحد مثلا من الدار ولا من العائله يحكي معك في حاجه وانا ما عنديش الرد معاه فهمتني ما نجمش ما نجمش معناها حتى باش نجاوب معاه ولا نحكي معاه فهمتني هما ما يفهموش اللي تحلي السكر وبرشا مرات نغلط يا دكتور فهمتني؟ اي معناها ناكل نصلي على النبي ما عنديش ما عنديش فهمتني؟ ناكل بالقدا بالقدا ديما تحلي سكر ما نعرفش وحتى الدواء اللي تنقصه وباقي ديما تحلي السكر نتاعي ديما مفرعش. جوست ما فما تعديل في الدواء انت تزرق ولا حريبش؟ نزرق انسولين يعني ناخذ في كميه باهيه. اي الانسولين راهو يمشي على حسب الماكله اللي باش تاكلها. أنا كان باش تاكل برشا لازمك تزرق الدوزه اللي تتناسب مع اللي باش تاكل انت بدنك انت خاطر هذاك علاش الطبيب يعدل لك على حسب انت اكل اكل اللي تقيدوا له انت في السكر نتاعك وقتاش طلع وقتاش بد
على حسب المعلومات هذيك يعطي الدوزة متاع الصباح ولا القايلة ولا الدوزة متاع النهار كامل يعدل على حسب شنو باش يلقى في الليفالور اللي السكر اللي عنده. إذا طيح لك معناها يلزم تعديل. المشكلة مش في الماكلة اللي تاكل فيها، المشكلة اللي فيها تعديل متاع الدواء، فما نظام تاع الماكلة يلزم يولي موجود. معناها ما تنجمش تتصرف بطريقة أخرى. أول حاجة لازم تعرف وقتاش طاح لك السكر، وثاني حاجة الدواء اللي تستعمل الانسولين مش تعدلوا الدوزة اللي قبل ما تاكل مش من بعد باش تعدلوا. فهمت. هذه ما نجم يعملوا تعمل حاجة صحيحة ومنظمة إلا عند الطبيب اللي يداوي عنده، اللي هو باش يعدل لك الدواء والدوزاج الانسولين بتاعك على حسب الماكلة اللي باش تاكلها. يعطيك صحة دكتور. نمشوا للقروين، معنا محمد علي. مرحبا بك محمد علي. مرحبا عسلامة. مرحبا بك. مرحبا بالدكتور. مرحبا مستمعي افهم. مرحبا بكم. شكرا على البرنامج. انا باش نتوجه بسؤال نحاول نعطي معلومات عن نفسي. انا اسمي بارك بنسبه حال وزن 84 ديابيتيك. عندي اشكال نحب يعاوني عليه الدكتور اذا ما سمعنا. هو اني منظم. انا كان وقت اول ما اكتشفت روحي كان عندي احداث سكر بون مخزون نحدد فيك بون بالدواء بالاحراب نعمل كليكوفاز ديال الكرون من غير ما نسميه دويات يا سي محمد علي. لا سمحني نعتذر. مشكلة من غير ما نسميه دويات. رديته 6.30 6.30 رجع عادي. اليوم بريسك 1.2 ديما. أما عندي إشكال أني كي نقول 84 وزن، عندي مشكلة الكرش. هو موروث مخزون قديم. ما لقيتش الوصفة اللي نجم نحاول باش نتخلص من المتراكم القديم. يعني هذا انت نجم قلت من 2003 2004. الكل شي نحاول باش نعمل ريجيم، لكن بطبيعة الحال مريض بالسكر ما ينجمش يعمل ريجيم قوي باش ينجم يشد صحيح. انا فنيش وصفة تعاوني عليها الدكتور بكل لطف منك اني تحاول باش نقص من الكرش. ولا الوصفة هي راهو سهلة وبسيطة ياسر. سورتو الرجال يخزنوا الشحم أكثر في الكرش، ما فماش بلايص برشا يخزنوا فيهم كيما النساء. النساء نجموا على في اللوطة في بارتي الثانية فما في الزنود وفما الرجال أكثر في الكرش. دونك إذا عندنا كرش أول حاجة ديما نعملوها احنا نحتاتوا ديما حالة نعملوا كوب نشوفوا فماشي حاجة أخرى أبار الشحم اللي نحكيو عليه. إذا نحينا مشاكل صحية يكون ولا اكزامان كامل باش نحيو فماشي ماس اخرى ابار الشحم اللي موجود. هذيك المرحله الاولى. من بعد فما ثلاثه عناصر في الكرش موجودين. فما الشحم اللي بين المسار، وفما الغلاف نتاع الكرش اللي هو دي مسك، وفما الشحم اللي تحت الجلد. على حسب وضعيه اللي عندنا موجوده يندرى شحم اكثر تحت الجلد والا الكرش مرخوفه ترخفت ياسر والميسكو لازمنا نعملوا رونفورسمون تاع ميسكو والا الكريس الكلها انترابدومينال اللي هو موجود اكثر. نتصرف اذا نحكيوا على الشحم اللي لداخل فما كان ريجيم بيان سور كما قال تو المستمع الكريم. يلزم ريجيم اللي يمشي بشويه بشويه خاطر مع الدواء اللي قالوا مثلا نقول لكم فاش ما يقلقش برشا، مي الدواء الاخر ينجم يعمل هيبوغليسيمي يطيح له السكر. دونك لازم التعديل اذا باش نبدلوا نعملوا جيم ثم تعديل في الدواء الثاني اللي ينجم يطيح له السكر. وبالطبيعه ينجم نحيها معناها سواء هو راهو شحم قديم ولا ولا جديد مش باش يرمي العروق معناها باش نجمو يتنحى مع شويه سبار اللي كيما قلت لك نخدموا على البارتي نتاع الميسكل. الشحم اللي تحت الجلد الحق صعيب صعيب ويلزم الات باش تنحيه ولا ليبوسيسيون ولا حاجه. ما نتصورش اللي هو اولويات اللي باش نخدموا عليهم تو. مي بلوتو هيجين دو في ونظام في الماكله وتعديل شويه في الدواء. باهي يعطيك صحه دكتور. نمشيو لحي سهور. معنا ايمان. مرحبا بك ايمان. وي بونجور. مرحبا لالا. عسلامه دكتور. عسلامه ايمان. مرحبا بك. يعيشك. ان فيت دكتور انا سؤال نتاعي على الاتزان. بون انا مانيش اوبيز برشا. تايم نتاعي 58 ديجا نوزو. انا عندي مشكله كي ناكل يبان عليا برشا معناها. دونك جيساي ديما ما ناكلش برشا في الليل وكل شيء باش ما نرجعوش نفهم من فيت فيت.
يبين عليك شمالات معناها كرشك تتنفخ ولا ناكل حاجة مثلا ناكل فاست فود ولا ناكل في الدار برشا ولا ناكل عجين مقرونة وكسي مش من في صايبين علي في صامن هستحتي معناها دونك نحاول ديما كناكل حاجات عادية على الاخر نعدي معناها في النهار نعدي نهار كم ما ناكلش معناها ساعات ناكل في حاجة خير في النهار ناكل سلطة في الليل سلطة وهكي كمان دونك في الصباح كنت قبل نشرب قهوتي احنا حيت قهوة من حكاية الكورونا وكل شيء باش ما بقاش كل يوم يشرب قهوة صباح دونك وليت ديما نشرب تيزان قهوة صباح اسكو تيزان كل يوم صباح على خوي تعمل الانتيرم افي نيجاتيف ولا لا افي نيجاتيف لا ما تعملش هذيك سور ما عندنا حتى مشكل عندنا مشكلة في التعامل تو مع الماكلة والفلسفة اللي عايشة بها يظهر فيها شوية تريجي لازم يتعمل معناها كي تقول لي أنت ناكل العجين أوتوماتيكمون نسمن راهو مش ديما صحيح تنجم تاكل العجين بتاعك وتحب تحافظ على الرشاقة بتاعك أبدأ بالسلاتة وخذ لي بروتين بالكدا من بعد إذا بشتاش على حاجات أخرين حتى شوية عجين مش لازم كم صحن كامل نجم تاكل هكا من غير فيت وتشيخ بهم مش هو اللي باش يسمنك انك ساعات تشرب باش تاكل حاجه البرز هذا كيف كيف تبدا ماشيه مثلا باش تاخذ فاست فود وانت جيعانه برشا باش تاكل كميه كبيره وتكمل كل شيء معهم جازوز كي باش تمشي وتاخذ سلاطه نتاعك مثلا وتاخذ حاجه اللي باش تاخذها وانت شبعانه ريلاتيفمون باش تاكل كميه صغيره وقتها ما يسمنكش مي التيزان ما عمرها عندها حتى ما عندها حتى تأثيرات جانبية توسكي ليكيد وتوسكي دي بلانت واحد دوزاج معقول للطبيعة ما يضرش يعطيك صحة دكتور الله يخليك احنا مكملين مع بعضنا ما تكش حتى من تو حتكش النصف النهار نجمو تطلبونا على 31-380 موضوعنا اليوم الرجيم في السيت انا رجعين ومن جديد مكملين مع بعضنا من تو حتكش النصف النهار نجمو تطلبونا على 31-380 موضوعنا اليوم هو الرجيم تاع الصيف وحاضر بحضنا دكتور شاطر نكملوا مع التليفونات نمشيو لتونس مع خلود مرحبا بك خلود عاصمة مرحبا هاجر مرحبا كنتي كيف ان شاء الله عندكم مبروك مرحبا لالا ان شاء الله كل عام وانتي حي بخير تفضل مرحبا بربي الدكتور شاطر احكي على الريجيم في السيف حسب ما سمعته هو في السيف السيح معناتها نقصه في الميزان ما في الفصول اخرى اش نعملوا معناتها في الفصول الاخرى شنو نعملوا السؤال اللي دينا به الميسيون دكتور الفصول الاخرى باش منش نعيشوا حياتنا كل نعملوا في الريجيم ماذا بينا في فصل نحلوا المشاكل كله نعيشوا عادي الفصول الاخرى باش نعيشوا اكيليبغي ناكلوا اللي لازم للبدن ناكلوا حاجات متوازنه نعمل شويه حركه باش نقعد البدن متوازن ما نقعدوش محرومين ما فيشتي ما فيشتي نحكي بصفه عامه معناتها تكثر الناكل تكثر يكثر العجين يكثر كل شيء لازم عبد يزيد أكثر في المية شيء. لا مش 100% بشي يزيد راو كي يأكل على قد الجوع والشبع متاعو ما يزيدش أكثر من اللي بدنه حاجته وصعيب كان مش يزيد معناه كان تبع روحك أنت بالضبط شنو حاجته بدنك وتنظم له الماكلة متاعك معناه يبدأ فطور صباح هكا متوازن والفطور والعشاء يكون فيهم خضرة بزيت وفهم الحم ولا دجاج وإلا حتى عظم ينجم يعوضوا بعضهم والبات باش تاخذ بات أما كما ديما كل مره نعاودها ويذولي قد ما نعاودوا شويه فما السينيال اللي يعطيه البدن كي تشبع يقول لك مش معتك معناها تعطي سينيال اللي راهو ما عادش عندي من نحط مخ يعطي سينيال راهو سافا خذيت غرضي من اللي ناكل فيه وقتها تيق فما سيستيم تاع ريغولاسيون فما البدن هو ينظم روحه بطبيعته اذا عطاك سينيال هذاك مش لازم تزيد ساعات حتى بتي ديجني خاص نحكيو على ادولت مش على الصغار على الكبار تنجم تكون تعشيت عشاء معناها تعشيت بالكدا ومن غدوه الصباح مش لازم اذا ماكش جيعان باش تعمل قهوه كاو مش لازم تعمل تي ديجني تنجم حتى تعاد من بعد الفطور تحس بروحك مش جيعانه برشا تنجم تزيد سلاطه وحويجه مشويه وكاو اذا تتبع شنو يعطيك بدنك كسينيال نتاع الجوع والشبع صعيب كنت تسمع مي احنا ليزابيتود نتاعنا اللي قاعدين يتبدلوا بشويه بشويه نحط مثلا الكسكسي والمقرونه واحنا جيعانين ونبداو ناكل عادة تبدا تاكل لين معتك ما عادش نجم تقبل دونك تعدينا برشا فتنا الليميت نتاع الحاجه الرسميه نتاع البدن اوتوماتيكمون باش نسمنوا خاطر اللي تزيد على الماكله العاديه البدن ما طلبوش باش يمشي يخزن ويرد شحم وقتها نسمنوا مي مشكله مش في الماكله في كيفاش ناكلوا فيها وتوزيعها عنها باهي يعطيك صحه دكتور نمشيو لبنزرت معنا هاجر مرحبا بك هاجر
مرحبا على السلامه. على السلامه. لا مرحبا. عايش بالله مدام، عندي سؤال للدكتور شاطر فيفي. انا حبيت نسال، انا عملت ريجيم تاع ريجيم صافي دو في دو موا خسرت 9 كيلو دونك اما بالكالكول نتاع نومبر دو كالوري عملت قعدت نحسب انا يعني البزوع نتاعي انرجيتيك ابوبخي في 2000 كالوري عملت 1100 وتوا سافي سي بون يعني وصلت للبوا اللي حاجتي بيه. باقيين سامحني هو 2000 بزوع عملت 1200 Oui, quoi chouette quand même. J'ai perdu 9 kilos, entre 8 et 9 kilos depuis deux mois. D'accord. Juste, j'habite maintenant, est-ce que dans la phase de stabilisation, yani, je veux faire une stabilisation, quand est-ce que la période ou qu'est-ce que je veux faire, comment maintenir, non, comme le nombre de calories, ou est-ce que le nombre de calories, les amis. والله هو عادة اللي كملوا يحسبوا ما نجموش حياتهم كاملة يقعد يدوزي ويحسبوا. انا تعبت من الحساب. صحيح. دونك نوليو احنا فما حاجات اللي لازمين البدن. سامحني. دونك إذا فما مثلا السلاطة نكثروا منها. إذا فما غلة كثر منها، هذوما ما تخافش منهم خاطر. البروتين اللحم حوت والدجاج والعظم ما تخافش منهم، هذوك ما يسمنوش ديزان ضعفوا بهم العباد احنا. بعد يقعد الخبز، احنا مشكلتنا في حاجتين الخبز والكومبورتمون اليمونتير تاع الجوع والشبع. براتيكمون نحيت وجم الخبز. بون ما تنجمش نحي كومبليتمون. حابس طول الصباح هكا. خلي مثلا صحيت مثلا شويه بان كومبلي في الصباح مع شويه فرماج بلون يعاون بالكدا. فيما كلتك اذا تقعد كما قلت لك تاكل ديما تسبق الخضره والبروتين ومن بعد تاكل الحاجات الاخرين صعيب كان باش تسمن. انت والسؤال الثاني بلي دكتور على خلي كملك خاطر مهمة النقطة هذيك. خذ ميزان هاجر، حطه وزن روحك نهار بعد نهار مثلا ولا بعد ثلاثة أيام. نورمالمون تبدا في نفس الميزان، كان زدت كيلو تتدخل فيسع ولا ترجع تعمل شوية هكا كبسة صغيرة باش فيسع فك زيادة نتاع الكيلو تنحيه يوليو زوز ثلاثة أربعة يهرب بيك الميزان وديجا صعيب باش ترجع. أما تبع كل ثلاثة أربعة أيام روحك على زيد كيلو شد فرام شو نقعدش ونقواسي برشا. باهي. 1200 كالوري شوية بارابور لو بوزوان. هكا وأنا كملناه وسي بون معناها. نرجعوا ل 2000 نتاعنا تخونكين مو ما غير حساب برشا. باهي. السؤال الثاني نتاع مزيان عليه على لي برودوي ليتي والغلا في الليل، اسكو خاطر نسمع واحد يقول لي ما يسالش في الليل وواحد يقول لك لا، اسكو شنو هو الصحيح ما غلط يعني؟ هو ما عندنا حتى مشكله في الغلا والبرودوي ليتي في الليل مثلا ياغورت ما يقلقش، فما عباد اللي يقلقهم. انت وشنو اللي ما صحيا ما عندنا حتى مشكله. يعني واحد من الناس شخصيا في الليل شويه ياغورت شويه غلا شويه كفواكه جافه فوقهم هكا بول منظم واحد يشبع ويكيلبري ما يقلقنيش. فما شكون اللي يقلقوا الغله في الليل، فما شكون يقلقوا لي بروبيليتي، انت كما يقلقوكش هذوما راهو ما مش مشكله. يعطيك الصحه دكتور. نمشيو للنابل معنا ساميه. مرحبا بك ساميه. مع السلامه. مرحبا لاله تفضلي. عايش الو نسمع فيك اي تفضل لاله. مشكله في السمنة صرحك يا دكتور عايش. حد نعرف كيفاش ننظم حياتي الصباح وفي الليل ما نتعشاش يعني. باهي. اي بون السمنة السمنة هذاك ولات المرض العصر هي لما حال المرض اللي نتعاركوا معها صحيين خاطر يسبب برشا حاجات في الدم وفي السكر وفي الكوليسترول والعروق والمشاكل الكل. حلينها سهل برشا، فما ماكلة قاعدة تدخل بدنك أكثر من اللي حاجته به بدنك. احنا مرحلة الأولى نحاولوا نستعملوا وسيلة سواء في كمية الماكلة ولا في الوقت نتاع الماكلة ولا في نوعية الماكلة باش نحطوا البدن في وضعية ياخذ من المخزون بتاعه. المرحلة ذيك نتاع ريجيم. من بعد لازم نخلقوا مرحلة اللي تعيش بها اكيليبغي. والا فما حبيت اللي نعملوا مونكيت اليمونتير نشوفوهم اللي ما نجمش يعمل ريجيم باغ اكزومبل نشوفوا اش قاعد ياكل من الصباح لليل. اكيد في اللي باش نلقاو باش نلقاو حاجات اللي ناكلوا فيهم مزايدين ولا بكميات كبيرة. نقصوا منهم ونشوفوا النتيجة على طويل. عادة تعطي زادة مفعول. فما اللي نخدموا كان كومبورتمون اللي نرجعوا السونساسيون تاع الجوع الصحيح والشبع الصحيح.
كل عبد على حسب إمكانياته وعلى حسب استعداداته الذهنية والثقافية نجمو نستعملوا المويان اللي باش نحيو بيهم بعد نعمل ستابليزاسيون. باهي، فما شكون دكتور يتخلق من الكونستيباسيون في الريجيم، يقول لك شنو هو الحل؟ كيفاش نجم فيسع نعاونوه باش يرتاح من الكونستيباسيون؟ فما في الريجيم هيبر بروتيني يعمل كونستيباسيون، لي ريجيم هيبوكالوري. الحل هو أول حاجة برشا ماء وليكيد سوائل باش المسالة تنجم تخدم ترونكيلمون. ثاني حاجة نجمو نعاونو انه مره في وقت معين في النهار نمشيو فيه للتواليت، فما ولا ما فماش، معناها سواء كرشك تحسها تحركت والا لا، باش تخلق كيما اغلوج بيولوجيك في الوقت هذاك نتاع يعمل ايفاكواسيون. نعاونوا بشويه مثلا فلفل حار، شويه هريسه للي نجم، فما اللي معدته تقلق وهذاك من 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 قواوش عليه باش تولينا عندنا مشاكل في المعده والحركه سيرتو. اذا اربع العوامل هذوما يكونوا متوفرين، عاده 90% من الحالات نتاع القبض تتحل، يقعد حاجات نعطيهم كيما الدويات باش يعاونوا. باهي ان شاء الله ربي معهم، نسيركم ان شاء الله. عيدك مبروك دكتور، يعطيك الصحه بارك الله فيك. عايشك عايشك الله يخليك. كان بحذانا الدكتور شاطر. دونك الناس اللي طلبونا ما نجموش يتحصلوا علينا، تنجموا تخليوا الاسئله نتاعكم على موقع ميت بونتين والاطباء يجاوبوكم مجانا. باي باي.